استضاف منتدى الفكر العربي معالي الدكتور صلاح جرار في محاضرة عن شخصية المرأة الأندلسية والإبداع الشعري في السياق الحضاري. كان موضوع هذه المحاضرة عن شخصية المرأة الأندلسية الشاعرة في السياق الحضاري الأندلسي. الواقع أن الحضارة الأندلسية تمثلت في جوانب كثيرة، من ضمنها الدور الذي قامت به المرأة في الحياة الأندلسية في الحضارة الأندلسية. كان هناك نساء كاتبات، كان هناك نساء عالمات وطبيبات ومتصوفات، و شاركنا في مختلف مجالات الحياة. ومن ضمن هذه المجالات التي شاركت بها المرأة الأندلسية كان الشعر. الشعر هذا من أهميته أنه صور لنا شخصية المرأة الأندلسية وهي تتحدث عن نفسها أو وهي تفصح عن مشاعرها وأفكارها، كما أنه عكس لنا شخصية المجتمع الأندلسي الذي احترم حرية المرأة واحترم مواقفها واحترم استقلالياتها في اتخاذ القرارات التي تناسبها. احنا بمنتدى هذا الفكر العربي برعاية صاحب سمو الملك الأمير الحسن بن طلال حفظه الله ورعاه قام بتوجيهنا لتفعيل نشاطات المنتدى بصورة كبيرة. قمنا بحوالي 50 نشاط خلال العام الأخير. تنوعت هذه النشاطات، من ضمنها ركزنا على الأدب الأندلسي، وركزنا على لقاء مع السفراء، وركزنا على إيجاد مشروع نهضوي عربي، بالإضافة لإصدار مواثيق متعددة، ميثاق اقتصادي عربي وميثاق اجتماعي عربي، والآن بصدد إصدار ميثاق ثقافي، وبعده إن شاء الله ميثاق سياسي عربي وبيئي. صحيح أنه هاي النشاطات متنوعة، ركزنا على دور المرأة. دور المرأة هناك كان لقاءات عن المرأة ودورها، وكان لقاءنا اليوم هو عن شعر المرأة في الأدب الأندلسي بهدف تعميم الفائدة وإلقاء الضوء على أن المرأة كانت تحظى بحقوقها كاملة، وأنه لها دور كبير، سيما أنه إحنا في الأردن الآن نشهد نهضة للمرأة، وهناك في قانون الانتخابات حصة للمرأة، والانتخابات المقبلة نأمل أنها تفرز عدد أكبر من النساء خارج الحصة اللي مفروضة لهم في ضمن قانون الانتخابات. هذا المنتدى هو منتدى الفكر العربي، ينضم له عدد كبير من أعضاء من أعضائنا من الدول العربية المختلفة، ويقوم بعقد نشاطاته وعقد اجتماعاته ومؤتمراته بشكل دوري. قمنا بعقد مؤتمرين في الآونة الأخيرة، أحدهما يتحدث عن إصلاح التعليم في الوطن العربي، والآخر عن دور الشباب أيضا لأهميته في الوطن العربي. بالنسبة للمرأة في السياق الحضاري الأندلسي كانت المحاضرة جميلة جدا وممتعة جدا، وقد أضافت لي الكثير، كما أنها تثير دائما التساؤلات لدى المرأة المعاصرة أنه كيف كانت المرأة الأندلسية قد تمتعت بجانب كبير من الحرية والجرأة في المجتمع الأندلسي قبل عدة قرون. نحضر دائما مثل هذه اللقاءات الراقية التي تنمي الفكر البشري وتطرح فيها مواضيع الحقيقة لا يمكن أن نجدها في مواقع كثيرة أخرى. فهذه اللقاءات يا ريت إنه أيضا إعلامنا يهتم كثيرا بمجالات الثقافة، والثقافة باللغة الأجنبية تعني ترى الحراثة، كلتشر. الكلتشر من فعل كالتيفيت، يحرث. فالحراثون الحقيقيون هم المثقفون، فلذلك لا بأس أن نحرث في العقول كما نحرث في الأرض. تلك زراعة إنبات لما نأكل ونشرب، وهذه زراعة إنبات لما نفكر فيه من مخططات وبرامج للمستقبل ولنهضة الأمم.